السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فيديو اليوم إن شاء الله غادي يكون فيديو خاص بالطرطة اللي وجدتنا عيد ميلاد ديال وليداتي، كملوا لي 6 سنين. عملت لهم هاد الطرطة هادي، كيعجبهم هاد اللعبة ديال ماينكرافت. راه بزاف منكم غادي يكون وليداتهم كيلعبوها، فقالوا لي بغاو الطرطة هكذا، قلت نحاول نعملو. عملت هاد الشكل هذا بحال اللي كتشوفوا معايا بهاد المكعبات. الديكورات هادوك شريتهم واجدين إلا الرقم عدلته بالعجينة ديال السكر، والتغليف هذا ديال المكعبات عملته بعجينة السكر. غادي نشارك معكم مراحل كاملة والخطوات والتحضيرات المسبقه، الحشوات اللي عملت، شمن المذاقات اللي عملت، الجينواز، المهم كل شيء. اول حاجه بديت هنايا الكاناش، عملت جوج ديال الكاناش بالشوكولاته ابيض ماشي بالشوكولاته كحل. عملت الكاناش ديال التغليف والكاناش ديال الحشوه، الوصفه ديالهم تشبيهم بالتفصيل انا نزلها لكم في القناه الفيديو اللي قبل هذا. وجدتهم بهادو من التحضيرات المسبقه اللي كيوجدوا بالنهار حتى يومين قبل هما. والكيكه وجدتهم في نهار واحد، الكيكه حتى هي وجدتها. انا عملت الكيكه الجينواز ديال الشوكولات، ولكن جينواز عاديه كتخدم البيض، البيض والسكر بوحدو، كنبقى نضيف الصفار حبه بحبه، ومن بعد كنضيف اللي هو الدقيق وشويه الخميره، وكنضيف انا واحد شويه انا بحال اللي كتشوفوا معايا واحد 4 كاس ديال الزبده، 50 غرام 50 غرام زبده والحليب كنضيفهم، كيعطي واحد الطراوه عندك الجينواز ما كتجيش يابسه. وكنخدم عادي الجينواز اللي كتخدموها خدموا بها، كل واحد على حسب الطرطه ديالو، مدوره مربعه الحجم كيختلف. انا هنايا خدمت بهذا الطرطه، هذا المول هذا مستطيل بحال اللي كتشوفوا، وخدمت جوج ديال الجينواز، وحده هي بحال اللي كتشوفوا عبار زايد، وحده عبار ناقص، باش نهمل 3 ديال الطبقات ديال الكيك. هنا هذا الفيتين حتى هو شاركت معكم في القناه، غادي نعمل الطبقه المقرمشه اللي هي الفيتين والشوكولا والقرقع مكسرات اللي بغيتو، ولكن في الطرطه من الافضل من الافضل القرقع، كيجي رطيب ما كيجيش قاصح في وسط الكيك، كيجي عجيب. هاد الطبقه المقرمشه في الكيك كتزيد في الكيكه النص، سواء في الطعم اولا في القوام ملي كتكون كتاكله ديك القرمشه اللي كيعطيك ديك الفيتين وديك المكسرات، عجيبه الصراحه. فهنا وجدت كذلك، هذه النهار ديال المونتاج، وجدت الفيتين وجدته قبل وخليته كيبقى محافظ على القرمشه ديالو، وهذا النهار ديال المونتاج. الكريمات هادو عندي جاهزين، هذه بالبيستاج وهذه بفيريرو روشي، وهنايا عندي الكاناش مونتي اللي انا خدمته معكم قبل، اللي هو خدمته بالنهار قبل. غادي نضيف له هاد النكهات هادو باش نعزز النكهه ديال الطرطه ديالي، وحده طبقه بالبيستاج وطبقه بالفيريرو روشي. طلعت الجينواز كانت في الثلاجه، من الافضل ضروري ضروري الجينواز تكون مخدومه نهار قبل وتكون في الثلاجه، كتعطيكم نتيجه مزيانه في الخدمه، كتساعدكم في الخدمه، كتكون شابره راسها. غادي نقسم هنايا هادي على جوج طبقات، ويا اخرى بحال اللي قلت لكم راه هي طبقه واحده. ها هما شوفوا معايا كيفاش جات الجينواز، كتجي رائعه الصراحه. غادي نبدا هنايا نجمع، وغادي نقسم هذاك الكاناش مونطي بعد ما طلعته هنايا في الخلاط الكهربائي، غادي نقسمو على جوج، وحده غادي نضيف لها ديك المذاق ديال البيستاج، ويا اخرى فيريرو روشي. بالنسبه لهاد الكريمات هادو كنشريهم جاهزين، كتقدر تعملهم حشوه بوحديتهم بلا حتى شي حاجه، هما بيدهم تعملهم طبقه يعني بوحدهم بلا ما تخلطوا مع الكاناش. انا حيت حلوين بزاف خلطتهم مع الكاناش. وهنا غادي نبدا بالكاناش ديال التغليف، هو اللي كنعملوا به، يا اما التغليف من برا يا اما الحاجز بحال هكذا، باش ملي كتكونوا كتغلفوا الكيكه مثلا بالعجينه السكر، هاد الحاجز هذا، هاد الكاناش هذا كيعملنا حاجز ما كيخليش الكريمه بحال هيدا، الكريمه اللي خفيفه او اللي عندكم فروطه او لا اي كريمه حشوه من داخل ما تخرجش، وملي تكونوا كتغلفوا بالعجينه السكر ما ترول لكمش. فهذا الدور ديال هاد الحاجز هذا مزيان كيعاونكم في المونتاج الكيكه. ها هي الطبقه الثانيه كذلك نفس الشيء، كنسقي هنايا الجينواز ديالي والكيكه بالحليب، عطيوها مثلا الطبقه هنا دات لي تقريبا كاس لروب ديال الحليب كل طبقه باش تجيكم الكيكه مزيونه. والحليب اولا السيرو، انا كنفضل الحليب باش كيهرس شويه الحلاوه، لان عندي الكاناش حلو الكريمه، عندي طبقه المقرمشه، فباش ما تجيش الحلاوه بزاف كنسقي الكيكه بالحليب. هنا الطبقه الثانيه بحال اللي قلت لكم نفس الشيء، الحاجز والحشوه الكريمه. الحشوه طبعا كل واحد كيعمل اللي كيبغي، انا وريتكم شاركت معكم هذه وصافي. بعد ما كنمنطيوها للناس نغلفوها مزيان بالسلوفان وندخلوها للمجمد، ضروري هذه المرحله هذه باش الخطوه اللي ما جا ديال التزيين اولا ديال التغليف كتكون الكيكه متماسكه، كتقدروا تتحكموا فيها. غادي ندخل هنا المجمد اللي غدا عاد غادي نكمل عليها طرطاره. راه مراحل، راه من يومين 3 ايام على حسب قداش قسمتي المراحل ديالك. ضروري النهار ديال الطرطه والنهار، شوفوا الكيكه هنا مجمده، كتعطيكم من الخدمه، كتعطيكم من التغليف، ما كتعذبكم، ما كتبقاش تزلق ديك الكريمه ويهرب لكم الجينواز، يعني ساهله كتجي الخدمه. بحال هنا غادي نقطع انا هذا الجزء اللي غادي نعدل به هذاك الجزء الفوقاني، فمي كتكون الطرطه جامده ما تعذبكش ولا تخسر. ها هي
شوفوا معايا، كنتحرك انا كيفاش ما بغيت بالطرطه. فخطوه مهمه للمبتدئات بالخصوص، ضروري عملوا الطرطه ديالكم في المجمد، ما تنساوش تعملوا المرحله الاخيره اللي هو التغليف والتزيين، عملوا الطرطه في المجمد قبل ما تخدموا بها. غنجيب هذاك الكناش ديال التغليف، هنايا سالينا بالكناش ديال المونتاج اللي هو ديال اللي هو كناش مونطي، الكناش ديال التغليف هو اللي كنغلفوا به الطرطه. الا خرجتو من الثلاجه كنقصح ضروري كدوبوا واحد شويه وكتخدموا به، راه حتى الطرطه راه هي جامده، فغير كتعملوا عليها الكناش كتبدا تيبس. كتعملوا دائما الطبقه الاولى فحال الكرامب كوت اللي كتلصقوا فيها هذيك الفته ودي الكيك وهذا، وكتدخلوها للثلاجه كتشبر راسها اولا المجمد، عاد كتعملوا الطبقه الثانيه. هذه اللي كنتو غادي تغلفوا بها بوحديتها ولا حتى بالعجين ديال السكر، المهم ضروري باش كتجيكم تغليفه معوطه، خصوصا ملي تكونوا غتغلفوا بالعجينه السكر. اولا ملي كتكونوا ما غتعملوش العجينه السكر عادي، تقدروا تغلفوا به عادي بلا ما تعملوا العجينه السكر فوق منه. هنا العجين ديال السكر لونتو كنت قبل بشي 3 ايام ولا 4 ايام قبل باش ما نرونش راسي بالتلوين وداك الشيء. غادي ندوز هنا باش غنعدل هذوك المكعبات. لونت هنايا الدرجات ديال اللون الاخضر 4 وكذلك 4 ديال الدرجات اللون بني. ونجيب هنا القطعه ديال المكعبات، الحجم اللي بغيتو هذا صغير بزاف، كيدي الوقت صراحه، دالي الوقت بزاف اللي كنت كنعمر به الطرطه، والطرطه كبيره، فتقدروا تقطعوا مكعبات بيدكم، يعني غير بيدكم تقطعوا مكعبات وتلصقوهم، اولا يكون شي قطعه مربعه تكون كبيره شويه، يعني تكون اقل شي فيها واحد جوج سنتيم، المربع يكون فيه جوج سنتيم، هذا صغير مربع فيه سنتيم، فكيدي الوقت لان المكعبات صغارين. هاد المرحله هذه دات لي الوقت، دات لي شي ساعه ونص وانا كنلصق، انا عييت جلست في الكرسي شي ساعه ونص وانا كنلصق غير في هاد المكعبات، خليت هاد المرحله التزيين هي الاخريه. دائما فحال اللي قلت لكم التنظيم ديال الوقت كيساعد بزاف 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 في الطرطات، راه ما يمكنش تعمل كلشي في نهار واحد ابدا، غادي ترون غتجمع كلشي وغادي تسيبو. الطرطات كيبغيو الخطر، كيبغي اللي باغي الحاجه يعملها زعما كيبغيو الخطر. هاد النمره 6 كنت عملتها قبل حتى هي بالعجينه ديال السكر، عملت على ديك المكعبات صغارين ديال درجه الالوان ديال بني، وبديت كنزين هنا. هادو شريتهم جاهزين، كنت غادي نعدلهم بالعجينه السكر ولكن قلت مادام جاهزين نشريهم. غادي نلصق هنايا كذلك هذا هابي بيرثداي وهاد الشخصيه ديال ماينكرافت وصافي، ما غنزيدش شي حاجه اخرى، بركه هي تبارك الله غاديك الزواق ديالها راه كافي، وزينتها بحال هذا الشكل هذا، وهذه النتيجه. كنتمنى تعطيني الراي ديالكم فيها وكيف جاتكم، والى عندكم شي اسئله ولا شي حاجه كاين الوصفه ديال الفيتين، كاين الوصفه ديال الكناش، الجينواز عندي في القناه، وكذلك اي جينواز باش تخدموا بها، والفكره بالنسبه هذه انا قلت لكم كيفاش خدمتها والحشوات وكل شيء. كنتمنى يكون الفيديو عجبكم، ما بقى لي غنقول لكم شكرا لكم، الى اللقاء في وصفات قادمه ان شاء الله، انتظروني دائما الجديد.